نحن في ألف باء انتهاز فرصة زيارة الأربعين للاستفادة منها في مختلف المجالات الحياتية. في الدرجة الأولى هؤلاء الذين يأتون إلى كربلاء يريدون التقرب إليه. وفي اعتقادي وحسب معرفتي بكرم الله عز وجل وأن الله عز وجل نعم الرب، حسب اعتقادي يحصلون على هذا الأمر، يعني ذنوبهم تغفر بحسب الروايات ويثابون على ما يفعلون. الباقي أنه نستفيد من هذه الزيارة العظيمة في إقامة مؤتمرات. مطلوب نعم أن نفعل ذلك، لكن لا شك لا نستطيع أن نجمع 20 مليون في مكان واحد حتى نستفيد منه. أكو شيء على مستوى فردي يحدث، وأنت ماشي في الطريق تلتقي برجل من الغرب، رجل من الشرق، رجل من مختلف الجنسيات، مختلف اللغات، وتتكلم وياه. المؤتمر صغير، ربما تتحدث عن مشاكله، ربما تحدثه عن مشاكلك، ربما تستفيد من عنده، ربما يستفيد من عندك. بس نقيم مؤتمرات مختلفة في هذا المجال، أنا أعتقد أمر جدا ممتاز وصحيح، ولذلك لابد أن نستفيد، يعني ننتقل من الألفباء إلى ما بعد ذلك. نحن في بداية، تو الناس يستطيعون أن يأتوا إلى زيارة الإمام الحسين بدون خوف وبدون مواجهة السلطات الطاغية. نعم لا زالت الأخطار موجودة، لا زال الأعداء يحاولون التشويش على هذه الزيارة، لكن تقريبا تستطيع أن تقول 80% الأمور ماشية بإنسيابية جيدة. تو الناس طلعت من خطوط الأخطار وتستطيع أن تفكر بشكل جيد. نعم الآن دخول الناس في بيوت الآخرين من مختلف الأصقاع أمر ممتاز، يصير تلاقي ما بين هالجماعة وهالجماعة، ما تقوله أمر جيد، ولا بد من انتهاز هذه الفرصة في هذه الأمور أيضاً.